في اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، حضر السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديميداكس 2024. عقب نهاية مراسم الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الدولية التي تمت تحت إشراف نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، طاف السيد الفريق أول والوفد المرافق له ببعض أجنحة المعرض على رأسها الجناح القطري، حيث عاين عن كثب العتاد والمعدات المعروضة على غرار الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية، واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها القائمون على الجناح القطري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كما كان للسيد الفريق أول لقاء أخوي مع الفريق ركن سالم بن حامد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، أين تناول الطرفان حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وقطر والارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين. السيد الفريق أول أعرب عن تقديره للطرف القطري على الدعوة الموجهة له لزيارة دولة قطر، والتي تندرج في سياق الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الجانبين. في المستهل أود أن أعرب لكم عن عميق تشكراتي عن الدعوة التي وجهتموها لنا لحضور فعالية الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمداكس 2024، وعلى حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التي حظيتمونا بها منذ وصولنا إلى دولة قطر التي نعتبرها في الجزائر بلدا شقيقا وشاركا موثوقا، ونحرص شديد الحرص على توطيد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتنسيق العملي المستمر. وتأتي هذه الزيارة في سياق التي قمت بها إلى قطر سنة 2022 وزيارة سيادتكم خلال السنة الماضية إلى الجزائر، والتي تعد فرصة متجددة سنغتنمها للعمل معا على تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وتجسيد تعاون عسكري متعدد الأبعاد يعود بالفائدة على جيشي البلدين، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب المهنية في مجال الأمن والدفاع. السيد الفريق أول أعرب أيضا عن عزم الجيش الوطني الشعبي توطيد عرى التعاون مع القوات المسلحة القطرية، متمنيا النجاح والتوفيق لفعاليات المعرض. وإذ أجدد لكم الشكر على دعوتكم الكريمة لحضور الطبعة الثامنة لهذه التظاهرة الدولية المرموقة، التي أتمنى أن تتوج بالتوفيق والنجاح على غرار الطبعات السابقة. فإنني أود أن أختم مداخلتي بالتأكيد لكم من جديد على استعدادنا في الجيش الوطني الشعبي للمضي قدما رفقة أشقائنا في القوات المسلحة القطرية على الدرب توطيد عرى التعاون في ظل التقارب المتعدد الأوجه الذي يشهده البلدين. من جهته أشاد رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن سالم بن حامد العقيل النابت بمستوى علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للسيد الفريق أول على تلبية الدعوة. وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية.
الجزائر حاضرة إذن هنا بمعرض ديميدكس للدفاع البحري بوفد رفيع المستوى يقوده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وهي فرصة أيضا لبحث سبل التعاون وتعزيزه إلى مجالات أوسع وكذا تبادل الخبرات في المجال العسكري. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، من داخل مركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.